الجزء الثاني جاري التحميل الجزء الأول. الحين إذا رجعنا هني وصلنا للميت. الميت احنا شنو نبي؟ نبي الألفة، ألفة للجسم هذا. فنقدر نشيل هذا، نشر على الأرضية، رايت كليك ريموف. الحين صار عندنا الشكل هذا، نرندر اي شيء حتى لو مو كلر، حتى لو اي شيء. يعني احنا مو شرط نغير هني، مو شرط اغير انا اللون، مو شرط اغيره. يعني هم يغيرون اللون بس علشان بالكمبوزيت يشوفونه اللون هذا فيعرفون انه هو الالفا او الماسك مالهم. بس احنا نقدر لا نغيره، مو لا نغيره يعني. اوكي، مع ان انا مسوي الشيدر وجاهز بس اقط عليه، بس انا ما افضل اني على كل جسم ممكن، يعني اذا صار عندي انيميشن على شنو بقطه، على شنو احط واخلي، يعني شوية يبي لها شغل وايد. يعني عندنا بالهايبر شيد نقدر نسوي شي رايت كليك ونقول له اد، بس خلاص ضافها لنا. اوكي، ونقدر نحطها هني، نحط له ديفيوز ماتيريال كلر، نحط له اياها، نفتحها نشوفها موجود ألفا، محطوط ألفا. بس كذي صار عندنا الكل كامل جاهز للرندر. الحين إذا فتحنا رندر الكلر، إذا رحنا على الفولدر مالنا نلقاه، راح نلقاه بالتمبرري. طبعا إذا نبني صورة نبي نسوي، راح نلقاهم هني على نفس الاسم هذا. فخلنا نرندر الحين الأول نشوف. طبعا بس يخلص الرندر ما راح يبين معانا هني بالرندر فيو، نقدر نشوفه هني لود رندر. راح نشوف ان هذا الكلر سوى لنا الكلر. اوكي، وراح اذا رحنا على الفولدر مالنا راح نلقى فولدر فيه كلر وفيه ديفيوز ماتيريال، هذا هو نفسه وموجود الألفة مالها. أوكي، الحين نرجع نروح على شغل الديفيوز نفس الطريقة، أعطي رندر نفس الشيء. نقدر نروح هني نشوف الديفيوز هذا هو، ونفس الشيء موجود بالفولدر. نفتح الكلوجن رندر نفس الطريقة، راح نشوفه مسوي لنا اياه. نفتح الرفلكشن، الرفلكشن سوينا الأرضية بلاك إذا تذكرون، غيرنا الأرضية إلى بلاك علشان يعطي ريفلكشن صح. سويناه بلاك، اعطيناه اوكي. الحين نفس الشيء، نفس الشيء هني راح نشوف ريفلكشن، بس الريفلكشن. اوكي، ما بزلناه، ما عزلنا الاجسام ولا سوينا لهم اي شيء، مثل ما هم الاجسام مثل ما هم. اوكي، الحين احنا نقدر نسوي الكل، يعني مو شرط احنا ننطر واحد واحد نسوي، لا نقدر نفتح الكل يخليه هو يسوي، بس نعطيه رندر وخلاص هو يسوي. يعني الحين لو نشوف الفولدر مسوي لنا هذيل الأربعة، نقدر الحين بس نعطيه رندر وهو راح يسوي البقية كلهم، يعني راح يسوي البقية كلهم هذيله. روح اشرب عصير او سكانة شاي ورد مرة ثانية مثل ما انا راح اسوي. تصحيح، ما يرندر الكل من هني، يرندر الكل من الرندر. إذا رحنا على الرندر هني من الرندر راح يرندر باتش رندر. من الباتش رندر طبعا لازم أول شيء نسوي نقول له إذا عندنا أنيميشن من فريم إلى فريم وهكذا، بس الحين خلنا نسوي فريم فريم مو مشكلة. خلاص السبيكلر نقدر نتأكد منه.
السبيكلر طبعا ضروري بالمشهد، ضروري يعني، لأن يعطيك الحواف اللي فيها لمعة أو السبوتات اللي فيها لمعة. أوكي، وعندنا بعد البلور، راح نسوي، خلنا نسوي البلور. إذا أخذنا هذا البلور ريفلكشن، اوكي، اذا اخذنا نفس الريفلكشنز ونعطي واحد جديد، نقدر نقول ريفلكشن بلور. اوكي، وبالسيتنج ماله نعطي ريفلكشن. اوكي، وهني عاد الحين بالماتيريال هذا احنا نقدر اوريدي يعني نستغني عن الريفلكشن، نقدر نستغني عن الريفلكشن او نحط الاوبشنز عندنا، فنقدر نغير على الماتيريال هذا اللي فيها البلور. البلور كل ماتيريال لها منتل راي، المنتل راي تلقى البلور مالها. هذا هو، خلنا نزيده شوية. يعني الطريقة اللي سواها الأستاذ ياسر وايد حلوة، بس البلور اللي هناك غير عن البلور اللي هني، في فرق بسيط يعني، في فرق بسيط، بس أنا إذا تسألوني أنا أستعمل نفس الطريقة اللي يسويها الأستاذ ياسر، وايد طريقة حلوة وسريعة وأحسن من هذا، بس أنا راح أحطه عشان نشوفه شلون راح يطلع معانا. خلنا نزيده شوية. أوكي، نرجع مرة ثانية نكمل شغلنا. السبيكلر خلص، نشتغل على الشادو. خلص اللون، لاحظ البلور بدأ يطلع، بس ايش رايكم نزيده شوية بعد؟ خلينا نشوف شلون يطلع معانا. الحين شنو سوينا؟ الشادو، نشوف الشادو، هذا الشادو. اوكي تمام، خلينا نزيد البلور. طبعا كل ما تزيده ياخذ اكثر وقت بالرندر. هذا الماسك، خلينا نسوي الماسك. هذا الماسك تبي نشوفه، هذا هو. نبي نشوف الألفة، في ألفة. أوكي، شنو بعد عندنا؟ الدبث. أوكي، ولا رندر. خلص الدبث، شوفه، هذا هو. اوكي، الحين اخر شيء عندنا ريفلكشن بلور. خلص ريفلكشن، شوف لو نلاحظ ريفلكشن البلور، الفرق بينه وبين لينز بلور اللي بالافتر افكت، ان اللينز بلور يسوي على الكل بلور، هذا لا، هذا يسوي لك من السطح اللي هو عليه الى تحت بلور اكثر، كل ما ينزل يعطي بلور اكثر، فهذا الفرق بين هذا، يعطيك طبيعية بالغشاوة مالته، هذاك لا، يعطيك على كل المساحة، هذا الفرق بين الاثنين يعني. خلينا نشوفه. اوكي تمام، مع هذا جاهز، كل شيء تمام. الحين خلصنا الباسس، نقدر الحين بالجزء الثالث راح نروح نفتحهم واحد واحد. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ليرات، 9 باسز، راح نوزعهم على بالافتر افكت ونشوف شلون نخلطهم وبلندنج بين الكل.